أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم، نفتح فيها نافذة على زلزال المغرب المدمر وآخر تطورات الوضع، كما نتوقف عند دلالات هجوم وكالة الأنباء الجزائرية على سعيدة نغزة بعد رسالتها لتبو. قبل أن نقف على تطورات الوضع وزلزال المغرب المدمر، نجدد طبعا ترحمنا على أرواح ضحايا الذين فاق عددهم إلى 2000، وتمنياتنا بالشفاء للمصابين وتعازينا للشعب المغربي الشقيق. نعزي كذلك شعبنا الليبي بعد هذه الكارثة، اليوم كارثة الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا وخلف أكثر من 2000 قتيل رحمهم الله، وحكومة شرق ليبيا تتحدث عن فقدان 6000 شخص، نحو 6000 شخص. نتمنى لهم السلامة وقلوبنا معهم ومع أهلنا في ليبيا. إلى المغرب الآن، ومن المغرب ينضم إلينا مراسل المغربية نبيل عبد اللاوي. نبيل، لو وضعتنا في صورة تطورات الوضع، طبعا لم نستفق من فاجعة المغرب حتى جاءت فاجعة ليبيا، كيف هو الوضع الآن آخر الأرقام، وكيف يبدو السباق ضد الزمن لي على الأقل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العثور على ناجين؟ مرحبا بك زميلي جمال وبجميع السادة المشاهدين. كما تفضلت أخي جمال، عزاؤنا واحد في ضحايا زلزال المغرب وفي ضحايا الفيضانات والإعصار في ليبيا. المصيبة عمت حقيقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والسلام. آخر الإحصائيات في المغرب صدر قبل قليل التحوين من وزارة الداخلية يفيد بسقوط حوالي 2826 شخصا في هذا الزلزال، بالإضافة إلى الآلاف من الجرحى في حالة خطرة. طبعا على المستوى الميداني، فرق الإنقاذ ما زالت تواصل جهودها، سواء من حيث انتشاء الجثث أو البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وفي هذا الصدد في البحث عن ناجين، فقد حلت اليوم بالمغرب خاصة من إسبانيا والإمارات وقطر تجهيزات متطورة من قبيل طائرات الدرون والأقمار الاصطناعية، على أساس وضع المتطوعين وفرق الإنقاذ في الصورة الحقيقية للدواوير المنتشرة على نطاق واسع في منطقة الحوز في أحواز مراكش. طبعا ليست منطقة الحوز أخي جمال هي المنطقة المتضررة، فأيضا منطقة ورزازات بعثت برسائل استغاثة، لأنه ربما الإعلام سلط الضوء كثيرا على منطقة الحوز لكنه أغفل المناطق الأخرى المتضررة، خاصة في ورزازات وثرودانت، هي مناطق أيضا تضررت بشكل كبير ولم يصلها ما يكفي منها المساعدات. طبعا المساعدات تتوالى سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، وصول العديد من المساعدات من قطر، من الإمارات، من بريطانيا، من إسبانيا ومن دول كثيرة شتى. المساعدات كما تعلم أخي جمال لا تتوقف فقط على المساعدات الآنية أو المساعدات المرحلية من قبيل الغذاء والدواء والأغطية والأفرشة وكذا. لهذا فالمغرب كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بيتاس، قال بأن المغرب يدرس الحاجيات الممكنة التي يمكن بها أن يستجيب المغرب لطلبات المساعدة، بحيث لا يمكن أن تنصب المساعدات فقط في اتجاه واحد، ينبغي أن تكون المساعدات يعني متوزعة على حسب الحاجيات. لهذا فالأمور تنصب حاليا حول تحديد الخسائر في هذا الباب. وحسب ما قال أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بأنه الضحايا ربما العدد سيستقر نسبيا، على اعتبار أن المنازل التي هدمت بسبب الزلزال لم تكن يعني منازل بطوابق عالية تسكنها المئات من الأسر،
بل هي منازل سفلية لا يسكنها أكثر من 7 أو 8 أفراد، وبالتالي فإن الضحايا ربما سيستقر نسبيا، وهذا ما لاحظنا حقيقة انطلاقا من أمس من حيث ارتفاع عدد الضحايا، بحيث بدأ منحنى الوفيات في التراجع، وهذا ما نتمناه إن شاء الله في أمل العثور على ناجين تحت الأنقاض، خاصة مع وصول فرق متطورة جدا للبحث عن ناجين. لكن في الجانب الآخر لا ينبغي أن ننسى بأن هناك استغاثات من العديد من الدواوير التي لم تصلها لحد الآن المساعدات، لكن السبب الوحيد هو أنه انهيار الصخور الجبلية قطع الطرقات القروية، وهي طرقات لا تصلح لسير المركبات، هي فقط طرقات قروية جدا تصلح للأرجل والدواب، وبالتالي وصول المساعدات إليها صعب للغاية. ولهذا بادر الجيش المغربي صبيحة اليوم بإلقاء بعض المساعدات الآنية والملحقة للسكان المتضررين من خلال الطائرات المتخصصة فيها. طبعا كان هناك في هذا السياق تساؤلات عن قبول المغرب مساعدات 4 دول فقط، بريطانيا، إسبانيا، قطر والإمارات العربية. بالضبط أخي جمال، هذا ما قاله الرسمي باسم وزارة باسم الحكومة المغربية، بأنه قبل هذه المساعدات باعتبار أن المغرب محتاج ما تقدم هذه الدول المساعدات. الدول الأخرى التي أرسلت المساعدات ينبغي أن تنصب في اتجاه الحاجيات، لا ينبغي أن تكون المساعدات كما قلت في بداية هذه المداخلة في اتجاه واحد. حتى على المستوى الجمعوي في المغرب هناك مناشدات بأن لا يتم فقط جلب الأطعمة التي ربما حاليا صراحة حسب ما نعاين فاقت الحاجيات، لكن هناك الجانب الآخر نقص في الأفرشة، نقص في الخيام خاصة، وبالتالي فإن المغرب حاليا كما بشكل رسمي بأنه يدرس الحاجيات وبالتالي يستجيب للمبادرات التي قالت الحكومة المغربية في جمال بأنها مساعدات لا ينبغي أن تكون مسيسة. وطبعا في هذه الظروف لا يمكن أن ندخل في هذا الجانب التسييسي للفاجعة، بل ينبغي التكافل والتضامن من أجل إنقاذ الأرواح. وهناك صراحة يعني مشاهد مؤلمة عيناها يعني بالعين، مشاهد مؤلمة للغاية، حيث تم العثور اليوم على مولودة يعني وضعتها أمها تحت الأنقاض فحية، لكن أمها ما زال البحث جاري عنها، لكن الرضيعة أو الجنين يعني وجدت هي أنثى، وجدت على قيد الحياة. سياسيا طبعا هناك ما يمكن القول بأنه حسابات ضيقة يجب أن تترفع كما يقول العديد من المحللين على هذا الشنآن الذي ينبغي أن يكون في صالح ما يمكن أن يكون لصالح السكان المحليين في هذه المنطقة، سواء في المغرب أو في ليبيا كما تفضلت أخي جمال في المقدمة، ما يعانيها الأشقاء الليبيين حاليا في هذا المصاب الجلل الذي أصابهم هم أيضا. شكرا جزيلا لك نبيل عبد اللاوي مراسل المغاربية، كنت معنا من نواحي مراكش، شكرا جزيلا لك، ونجدد تعازينا للأشقاء في المغرب وكذلك الأشقاء في ليبيا بعد فاجعة الزلزال في المغرب، فاجعة الفيضانات بعد الإعصار في ليبيا، وآخر الأرقام مرعبة كذلك في ليبيا، أكثر من 2000 قتيل، والحكومة حكومة شرق ليبيا تتحدث عن فقدان نحو 6000 شخص. فاصل ثم نفتح على الموضوع الذي يثير التساؤلات ويتصدر العناوين في الجزائر. إذن في خرجة أخرى أثارت الكثير من التساؤلات، شنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية هجوما حادا على رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيد نغزة على خلفية رسالتها الموجهة لتبون وتحذيره من الوضع الاقتصادي في البلاد وندرة المواد الغذائية ومطالبته برفع العراقيل على الاستثمار. بعد الهجوم عليها عادت نغزة التي كانت تمدح تبون وتشيد به، عادت للرد على الوكالة واعتبرت أن قراءة الأخيرة لرسالتها كانت
من منظور جيد جد ضيق، وأن تحليلها تحليل الوكالة ساذج وسطحي يفتقر للاحترافية في التعامل مع الأفكار، كما اتهمت الوكالة بانتهاج أسلوب الكذب والشعبوية وتزوير الحقائق. رسالة سعيد نغزل للرئيس عبد المجيد تبون تؤلب عليها السلطة وتضعها في مرمى نيران حراس المعبد. رئيسة كونفدرالية المؤسسات ترفع لتبون تقريراً أسود عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي. سعيد نغزل امرأة الأعمال المقربة من السلطة تندد بما يتعرض له رجال ونساء الأعمال. رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات حذرت الرئيس من ممارسات محيطه السلبية. سيدة الأعمال استنكرت في رسالتها ما وصفته بالقرارات الخاطئة والعراقيل الإدارية، ونددت بالغرامات الجبائية المفاجئة والغامضة المفروضة على المؤسسات الاقتصادية الخاصة. سعيدة طالبت الرئيس بعقد اجتماع ثلاثية لمناقشة الوضع وإيجاد حلول عملية، معتبرة أن الثلاثية هي الإطار المناسب والفعال لحوار اقتصادي واجتماعي صريح. رسالة رئيسة الكونفدرالية حرصت على تبرئة الرئيس من المآلات الاقتصادية السيئة، حرص لم يشفع لها إذ تعرضت لحملة شيطنة وانتقاد رسمية شرسة ومركزة. الحملة دشنتها وكالة الأنباء الرسمية عبر برقية ردت فيها على مزاعم نغزة بالتفصيل. الوكالة عدت رسالة نغزة دفاعا عن ما سمتها الأوليغارشية واتهمتها بالحنين للعصابة. برقية الوكالة عابت على نغزة دعوتها دون حياء كما قالت لانعقاد اجتماع الثلاثية، متهمة الثلاثية أي الحكومة والنقابة والباترونة بتمزيق الاقتصاد الوطني واختلاس المؤسسات. مقالة الوكالة تشي بأن نغزة أمست في عين الإعصار وأن السلطة قد تنتقم منها شر انتقام وفق معلقين. معنا في النقاش عبر خدمة سكايب من بروكسل حمزة خروبي ناشط نقابي. حمزة خروبي، ما رأيك؟ ما قراءتك؟ وكالة الأنباء الجزائرية وهذا القصف بالثقيل ضد سعيدة نغزة التي كانت في نفس الإعلام الجزائري تبرز أنها سيدة أعمال ناجحة لأنها كانت تمدح الجزائر الجديدة وتبون، وهي تقول ما زالت في ردها على الوكالة وما اسمته عدم احترافية وشعبوية الوكالة التي تعاني من رسالة سعيدة نغزة عندما يجتاح الفولكلور ميدان الاقتصاد. مساء الخير أخي جمال لك ولكل المشاهدين. الحقيقة رد وكالة الأنباء على رسالة سعيدة نغزة هو رد ينحرف كليا عن أخلاقيات المهنة وعن أخلاقيات يعني المجال الإعلامي، لأنه رد كان بمثابة بلطجة وليس رد يعني فيه أرقام أو فيه دلائل على أنه رسالة نغزة هي رسالة كاذبة وكل الأوصاف التي جاءت في أو في برقية وكالة الأنباء. لكن في الحقيقة أنه سعيدة نغزة ما قامت به وما قدمته في رسالتها هو حقائق يعلمها كل الشعب الجزائري صغيره وكبيره، وقد وليست الخرجة الأولى التي يعني تقوم بها السيدة نغزة في مثل هذا. فمثل يعني منذ سنة فقط خرجت في فيديو وصرحت أنه فيه يعني مسؤولين يقفون وراءها يعني مجموعة جديدة من رجال أعمال، وقد خلقوا يعني منظمة جديدة التي تسمى يعني الكريا وهي FCUBs كما وصفتها، ويقفون وراء يعني مجموعة يعني أرباب عمل جدد للذهاب إلى عهدة ثانية. وهي قامت أيضا وقالت أيضا أنه في الجزائر فيه يعني مشاكل اقتصادية كبيرة، مشاكل في الغذاء، مشاكل في ندرة المواد الأولية بسبب غلق الاقتصاد، مشاكل يعني قانونية فيما يخص بعض رجال الأعمال التي يعني الرئاسة قد جاءت بلجنة فيها وزراء منهم وزير العدل لتحاسب بعض الوزراء بعض رجال الأعمال خارج إطار العدالة، وبالتالي هذا غير قانوني. فكيف لك أن تحاسب رجال أعمال خارج عن العدالة وتفرض عليهم دفع مبالغ خيالية تفوق حتى يعني أموال التي يحوزون عليها؟ وبالتالي هناك شيء خاطئ وهناك يعني قرارات خاطئة، وهي قالت الحقيقة في رسالتها وغير الحقيقة، غير يعني فقط الحقيقة قالت. طيب. ولكن سعيدة نغزة نسمع لم تكن يعني تبدأ تبون يعني
نسمع ما قالته ثم نعود إليك. ربنا احنا نشكر رئيس الجمهورية اللي زاد شجع يعني رجال أعمال، شجع المستثمرين اللي حكروا يعني كما قال رئيس الجمهورية وتكلمنا عليها احنا عدة مرات وكتبنا رسائل، اللي قال عنده جوج مترات بنا مصنع تاع 400 مليار وزاد جوج مترات يقول له لا كسر المصنع تاعك. يعني الحمد لله رئيس الجمهورية سمع يعني الاقتراح تاعنا ويعني الشكاوي اللي كتبناها. ثاني كان بعض الناس اللي بنات فنادق تاع 600 و700 مليار على 500 متر غلقوا له سنتين يخدم 800 عامل، يعني عامين انت 800 عامل ما خدمش وخلي شركه الغلق ومصانع لبنات ملايير. اليوم الحمد لله او عطاء اوامر ان شاء الله تكون تطبق. احنا نطلبوا اليوم يعني إذا كان ما عجبتوش الجزائر ويبقى يعلقنا احنا نقولوا اخرج من الجزائر، انت مش جزائري. احنا العصابة الخفية هذه حاربناها بخمس سنوات وحنا نحاربوا فيها، وانا شخصيا نبقى نحارب فيها وحتى والله العظيم ماني راجعة للور ونبقى نحاربها الا اخر الدم كما يقولوا تبقى عرق يخبط فيها. سعود إليك حمزة خروب. انضم إلينا دكتور حميد علوان الخبير الاقتصادي. دكتور حميد علوان، سؤال فقط استكمالا لحمزة خروبي ثم أعود إليك حمزة خروبي، ولكن السؤال ربما الذي يفرض نفسه. سعيد الغزة رسالة وجهتها اللي تبون على أساس نصيحة، أنه مثل ما حتى في ردها على وكالة الأنباء الجزائرية أنه الهدف منه هو وضع تبون في الصورة وإعلامه بالحقيقة المرة التي يسعى كل مواطن لقولها وإيصالها لتبون من أجل إصلاح الوضع الذي بات يهدد بالخطر العظيم أمن واستقرار البلاد، ندرة المواد الغذائية وغيرها. يعني رسالة بدا كأنها رسالة نصيحة، لماذا هذا التهجم عليها بهذا الشكل من وكالة الأنباء الجزائرية؟ ومن أعطى الأوامر لوكالة الأنباء الجزائرية للهجوم على سعيد الغزة بهذا الشكل؟ رسالة واضحة، يعني هي لا تقصد عبد المجيد تبون في رسالتها، وإنما تقصد المحيط الذي يحيط بالرجل، وتقصد أيضا أنه الرجل مغيب يعني عن الحقيقة عن ما يجري في المجتمع الجزائري. وهنا يعني مربط الفرس، لماذا وكالة الأنباء هاجمت سعيد الغزة بكل هذه يعني الشراسة، بكل تلك التهم يعني البائده؟ لا ننسى انه سعيده النغزه كانت اول من دافعت على عبد المجيد تبون لما يعني ايام اقالته من على راس الوزاره الاولى، وبالتالي هي قدمت النصيحه وقدمت الحقائق، وربما لم تجد الا قنوات يعني التواصل الاجتماعي لايصال رسالتها الى عبد المجيد تبون، لانه حسب ما يعني متداول في حتى من خلال ما قام يعني مقالته في رسالتها انه الرئيس أو عبد المجيد تبون هو مغيب يعني عن الحقيقة، وهذه حقيقة يعني يجب أن نقولها، والشعب الجزائري يعلم أنه الرئيس أو عبد المجيد تبون هو مغيب عن 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 الحقائق يعني الواقعة في الجزائر، وبالتالي لم تجد إلا. ولكن ما من أعطى أوامر من الرئاسة؟ يعني معقول تبون لا يعرف، لم تصل هذه الرسالة، ما أنه ربما الأوامر جاءت من الرسالة، وقد يرى البعض أنه أكيد تبون على اطلاع فيها، ربما فهم الرسالة تبون ومحيط تبون أنها في إطار ربما تساؤلات أو حرب أجنحة، يعني جناح آخر في السلطة يهاجم تبون وحصيلة تبون والرهان الكبير للانتخابات الرئاسية المقبلة والعهد الثاني. طبعا يعني نحن الآن في على أبواب الانتخابات الرئاسية، وبالتالي حرب الأجنحة هذا متوقع، فهناك أجنحة في رئاسة الجمهورية يعني تتصارع من أجل السلطة، وتبون يتحمل مسؤولية، نحن لا ندافع عنه، وبالتالي أنت تعرف موقفي جيدا من الرجل، وبالتالي هو يتحمل مسؤولية لأنه هو على رأس السلطة حاليا، يعني باختلافنا على كيفية تعيينه أو إلى ذلك، ولكن هو يتحمل مسؤولية كبيرة ويعلم جيدا ما يدور في يعني الساحة الجزائرية، ولكن هي الآن ربما أتتها أوامر من جناح في السلطة للقيام بهذه يعني الهجمة على أو النصيحة على عبد المجيد تبون. ونحن الآن على أبواب يعني الانتخابات الرئاسية نتوقع كل شيء، لأنه لم يبقى على الانتخابات الرئاسية سوى سنة، وبالتالي نتوقع كل شيء. وهي قدمت نصيحة وقالت كلام يعني قالته منذ سنة أيضا، لم نرى يعني منذ سنة لم نرى وكالة الأنباء تهاجم السيدة، ولكن اليوم نرى أنه وكالة الأنباء وجهت لها يعني أوامر لمهاجمة سعيدة النغزة. لا نعلم من أين أتت هذه الأوامر،
ولكن يعني متيقنون أن هذه الأوامر جاءت من مؤسسة الأس الجمهورية، من أشخاص يحيطون بعبد المجيد تبون، يعلمون جيدا كيف يزيحون الرجل من المشهد، يعلمون كيف يتحكمون في المشهد. ونحن نعيش اليوم في أزمة اقتصادية خانقة، أزمة سياسية، أزمة اجتماعية، ونحن على أبواب الدخول الاجتماعي، وبالتالي علينا، هي قالت الحقائق فقط. فوكالة الأنباء انحرفت عن يعني عن المبدأ الإعلامي وعن أخلاقيات المهنة، أو قامت بإطلاق أوصاف مشينة لا يحق لها أن توصف أي شيء، أي شخص يعارض قرارات السيد عبد المجيد تبون أو يعارض محيطه، هو خاصة أنه الأقوال التي جاءت بها هي أقوال حقيقية وليست يعني أقوال كاذبة. طيب دكتور حميد علوان، ما رأيك؟ أقوال حقيقية، وقائع حقيقية اقتصادية، يقول حمزة خروبي، وأنه وصفت سعيدة نغز الواقع الاقتصادي، حالة جمود اقتصادي، أزمة نذرة، تذوق ناقوس الخطر سعيدة نغزة. الجواب عليها، على النصيحة اللي تبون، هذا الهجوم الكاسح في وكالة الأنباء الجزائرية رسالة لسعيدة نغزة عندما يجتاح الفولكلور ميدان الاقتصاد. يعني ما قالته سعيدة نغزة بالنسبة لوكالة الأنباء الجزائرية فولكلور. شكرا جزيلا، تحية سلام لك للمشاهدين، ضيفك من بريكسل. دعني أولا سي جمال، لما نشوف هذا البهرجة الإعلامية على هذه الرسالة، وكأنها كتاب ثاني لسميث بعد كتاب ثروة الأمم، دعني بكل حزن وبكل أسف. الرسالة أولا يجب أن نطرح أسئلة، هذه الأسئلة يجب أن يطرحها كل المختصين في الشأن السياسي أو الشأن الاقتصادي. إحنا نعرف بأن بروتوكوليا لما كونفدرالية أو نقابة أو منظمة رسمية أو أرباب عمل أو شخص معين يوجه رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية، راح هذه الرسالة تكون سرية ويكون مكتوب عليها سري جدا. ولذلك كل الرسائل التي توجه إلى رئيس الجمهورية في أي دولة كانت يجب أنها تخرج بهذه الطريقة. إذن السؤال الذي يطرح، من الذي سرب هذه الرسالة؟ ثانيا السؤال الثاني، ولكن هذه الرسالة نشرتها على صفحتها على فيسبوك سعيدة نغزة، هذا الكلام أظن في بيان موثق يعني لها يعني باسم الكونفدرالية. أولا إذا كانت هذا نشرتها على صفحتها في الفيسبوك، ما تصبحش رسالة موجهة إلى السيد رئيس الجمهورية، رسالة موجهة إلى الرأي العام مثلا أو المهتمين بالشأن الاقتصادي. لا يجب أن هذه الرسالة ويدافع عليه في اللي تقرأ رسالة تلقى بأنها وكأنها تدافع على سي عبد المجيد تبون وكل المشاكل اللي صاروا في الجزائر الاقتصادية، واللي هي فيها جزء كبير من الحقائق يعني لصقتهم بالحاشية تاع سي عبد المجيد، وما تذكرهمش بالأشخاص، وما تذكرش ما هي هؤلاء الأفراد أو الأشخاص أو الهيئة. أظن بأن المطروح واللي هو يحزن كثير، وأنا لأن رسالة نغزة الكلام اللي جاء فيها هو جد عادي يعرفه الداني والقاسي في الجزائر. أظن بأن الإشكال الكبير هو الرد اللي تم عليها بهذا المستوى. لماذا وكالة الأنباء اللي هي سلطة رسمية ترد على سعيدة نغزة بأشياء وكأنهم يرجعون إلى عهد الحزب الواحد أو سنوات الثمانينات؟ أظن بأن الكلام اللي تقال في الرسالة، إذا كانت سعيدة نغزة هي اللي تبنته، وأنا عندي عدة أسئلة نطرحهم على هذه الشخصية في الجزائر، لأن أدوارها كانت في مرحلة معينة، بعدين بعد الحراك كانت عندها دور آخر، الدور الآخر هذا كان يخدم السلطة أكثر من اللي يخدم الاقتصاد الجزائري، بعدين اليوم انتقلت إلى معارض شرس إلى الوضع الاقتصادي. هل الوضع الاقتصادي ما شافته سعيدة نغزة والناس اللي معاها إلا بعد أربع سنوات من حكم سي عبد المجيد تبون؟ لا، الإشكال موش هنا، وكأن الإشكال فيه مدى أو لغط إعلام سياسي، وكأن سعيدة نغزة حبينا نكون منها
قطب اقتصادي في الجزائر هي اللي تحلل وهي اللي تجاوب وهي اللي تسأل وهي اللي تطرح التحاليل، رغم أن ما جاء فيها كذلك هو سادد جدا، لأنها لما تتكلم على ما يسمى قانون الاستثمارية شاركت فيه ودافعت عليه، لما تتكلم على الضغوطات والبيروقراطية هي شاركت ودافعت على هذه البيروقراطية والإدارة البيروقراطية، لما تدافع على سي عبد المجيد تبون هو متخرج من مدرسة الإدارة اللي هي تمارس البيروقراطية في الجزائر. إذا الكلام اللي تقول فيه بالنسبة لي كمختص في علم الاقتصاد كلام ساذج جدا، ما عندوش مدلول اقتصادي، ما عطتناش ما هي الاقتراحات تاعها. ثانيا السؤال الذي يطرح مانيش نعاتب فيها ككونفدرالية، لأن في نهاية المطاف سعيدة نغزة هذه هل أرباب العمل عرفوهم مثلا شهادي ما هو رأس مالها، كيف تنشط في الجزائر، ما هو عدد الموظفين تاعها، كيفاش خلقت الثروة في الجزائر؟ ما كانش. إذن هو كلام للاستهلاك فقط، لازم نرجعوا ويرجعوا لعقولهم ويعرفوا بلي هذا الشعب ماهوش غبي لهذه الدرجة بأنه يدير زردة كبيرة على رسالة ما عندها حتى معنى، والإجابة كارثة أكثر، الرد كان كارثة أكثر من الرسالة. طبعا أشرت إلى خلفية سعيدة نغزة، بروفايل سعيدة نغزة طبعا وارتبطت في فترة وبقي يلاحقها تصريح عن جنرال توفيق وأنها ستذهب حبوا من أجل جنرال توفيق، نسمع هذا التصريح. شوف تحب الحقيقة؟ الحقيقة أكيد. حقيقة أمنية نتاعي، حتى هو ريتريتي وعيط لي وقسم بالله لنروح ليه نحبي. نحييك على شجاعتك أيضا يا أخي، راهو ماهوش في ماهوش في الواقف، لو كان جاب في المنصب قال لي تضرب له في الشيطة. صح يا أخي، صح. أنا إنسان اللي خدم البلاد هذه وكان حامي كاع الجزائريين كلهم، اليوم نجي نتكلم على ما نجيبش نتكلم على شخص كيما توفيق من المستحيلات. حمزة خروبي ما رأيك؟ طبعا هذا التصريح وإن كانت في تصريح آخر قالت بأنها كانت زلت لسان فقط، وربما تصريح جاهز إذا كان هناك هذا التصريح، نتابع لأنها قالت زلت لسان، نتابع. هي استفزت كلمة نحبي، يعني نروح لي حبون هي زلت لسان، وعلى بالك حنا نساكن هضروا ديفا نهضروا كلام اللي بالك ما نحسوش به، بتاتخ الصحافي لما ضغط عليا قلت كلمة هذه. على نحبي انا نحبي غير ربي سبحانه، ما نحبي لا التوفيق ولا غير ولا التوفيق دار لي ولا اي شخص واحد اخر دول. انا نقول اليوم نهار قلت على التوفيق قلت باللي الناس هادو ما عندهمش حق يضربوا المؤسسة العسكرية مهما تكون يعني الماضي تاعو، الماضي تاعو ما يهمناش. اليوم مش انا اللي نحاسب، العداله هي اللي تحاسب فيه، اذا خدم البلاد التاريخ يكتب عليه، ولا كان يخدم ضد البلاد اليوم العداله هي اللي تحاسبه. اما انا تاع نحبوا ليه زلت، اسمح لي زلت لسان بلك قلتها هكذاك، مي انا لما دافع على المؤسسه العسكريه انا نقول انا مع المؤسسه العسكريه، علاش ماشي مع شخص مؤسسة الحقيقية تحكم الجزائر، الشعب شكون الجيش شكون هو؟ ماشي ولادنا، ماشي جيراننا، ماشي احبابنا، هذا هو الجيش، هل الجيش هذا خارج على الجزائر؟ هل هذه زلة لسان كذلك حمزة خروبي؟ الجيش الذي يحكم الجزائر سعيدة نغزة تقول الحقائق، سعيدة نغزة بزلات لسانها. طبعا هذا الكلام هذا التصريح هو الذي إلى جانب تصريحات أخرى هو الذي أثار وأعطى توابل لما لهذه الخلطة السياسية في الجزائر، وهذا الرد يعني الغير مسبوق، وإن كان طبعا سوابق لوكالة الأنباء الجزائرية التي تخصص مقالا كاملا لسعيدة نغزة، وطبعا بكل فتحت الأبواب على التساؤلات هل تحرك نغزة فعلا نصيحة أم أنها تعبر عن جناح أو طرف يحركها أم ماذا يعني؟ شوف انا اعتقد انه سواء كما قالت يا زلات اللي يعني اللسان او سواء رسالتها اللي جات بها مؤخرا، انا اعتقد انه هي مجرد يعني حرب تموقعات حسب المرحله، يعني كل مرحله حسب يعني مبدا عاش الملك مات الملك، في كل مرحله
تحتاج تموقعات، خاصة وأنها سيدة أعمال وليست سياسية أو يعني من المجتمع المدني، بالتالي هي سيدة أعمال كل ما يهمها هو يعني المال، وبالتالي هي تحاول في كل مرحلة أن تتموقع مع الأقوى، مع من يحكم في السلطة. وبالتالي لما قالت أنه الجيش يحكم، يعني نحن نعلم جيدا أنه من يسير اليوم في الجزائر هو الجيش، يعني من خلف الستار، حتى لأنهم كانوا يعني مش واضح مباشرة، ولكن الجيش يتدخل في كل شؤون سياسية، وكما نراه يعني دائما في كل يعني المناسبات يعني التي يشرف عليها عبد المجيد تبون، دائما تلقى يعني قيادات الجيش حاضرة، بالرغم أنه في بعض الأحيان هذه المناسبات لا علاقة لها بمؤسسة الجيش. وبالتالي هي كسيدة أعمال تحاول أن تتموقع في المرحلة الحالية، في ممكن في المراحل القادمة، يعني لأنه هي حسبها أنه عبد المجيد تبون ممكن حسب ما هو متداول راح يروح للعهدة ثانية، وبالتالي تحاول أن تبرز أنها يعني حريصة على يعني على الساحة الاقتصادية في الجزائر، وعلى يعني مجال أرباب العمل ومؤسسات الاقتصادية في الجزائر، بالرغم أننا كما قال الصديق حميد أنه لا نعلم هذه المؤسسات ولا نعلم هؤلاء رجال الأعمال وسيدة الأعمال لغياب شفافية، وهذا المشكل يعني كبير، لأنه الجزائر يعيش في يعني في مناخ ما فيه شفافية، وبالتالي ما تقدرش تتحدث على اقتصاد وانك ما عندكش ارقام، حتى يعني رساله سعيد النغزه ما كانش فيها ارقام، ولكن هي تحدثت ربما اطرح هذا على الدكتور حميد علوان، لكن سعيد النغزه قد يرى البعض انها ربما هناك اراده، هناك مقوله حق يراد به باطل، ولكن حتى وان كان فيها هذا، ولكن الم تتحدث نغزه عن حقائق انه فعلا فيه جمود اقتصادي، هناك شكوى من رجال اعمال برغم الخطاب الرسمي عن انجازات كما تقول وكاله الانباء الجزائرية، سعيد النغزة تتحدث عن صعوبات يعانيها المستثمرون رجال الأعمال، غلق وقف الاستيراد وغيرها، وأنه ربما عبرت عن مصالح فعلا، ولكن عن مصاعب يعانيها الجزائريون. هي لن تتحدث فقط للأمان عن رجال الأعمال، تحدثت عن خطر يواجه البلاد، ندرة المواد، ونتبون بحسب كلامها لا تصله الصورة الحقيقية. سؤال موجه لك دكتور حميد. شكرا جزيلا. أولا لما هي الدافع بالطريقة هذه ورجال الأعمال وكأنها في نهاية المطاف، هذه الكونفدرالية هي عبارة عن نقابة. النقابة أنا نعرف باللي ما تدافعش في نفس الوقت النقابة اللي تدافع تجي وكأنها تدافع على أصحاب الأموال. احنا نعرف بأن النقابات لما تمثل أرباب العمل في الدول اللي تحترم نفسها، أول شيء هو الدافع العامل في حد ذاته عن التكلفة اللي ضحي بها العامل وما يجنيه من غراء قوة العمل اللي يمدها. أنا متابع الشأن الاقتصادي الجزائري، ما شفت سعيدة نغزة كتبت عن معاناة العمال، عن ظروف العمال. هاد أرباب العمل اللي هي تدافع عليهم كنقابية ما عندهمش نقابة تمثل العمال. هذا إذا كان تكلمنا على ما يسمى أرباب العمل، ولكن هي دعت ربما العمل. ولكن هي دعت دكتور حميد إلى إعادة الثلاثية، ويبدو في انه جام غضب الوكاله على هذا الطرح لاعاده الثلاثيه، بالعكس الهجوم الاكبر فيها الى جوانب اخرى، نفي الوكاله انه هناك غلاء في المنتجات، وبالعكس هناك انجازات في الاصلاحات ولا غيرها، ولكن الغضب الاكبر حول دعوه صليحة نغزة او سعيدة نغزة معذرة لاعاده الاجتماعات الثلاثيه. طبعا، لان لماذا؟ باش نجاوبك على السؤال سي جمال اذا سمحت لي، برك نرجع لنقطه مهمه. هاد الناس اللي راهم يتكلموا بهذه الطريقه واللي هي تمثلهم مؤخرا فقط، هي اللي عرضتهم وجمعتهم في قاعه مكيفه مع سي عبد المجيد
تبونوا كانوا يصفقوا للسياسه المنتهجه في الجزائر، وكانوا فرحانين، وكانوا فرحانين بالاقلاع الاقتصادي وبالارقام اللي مدتهم الحكومه، 13 مليار دولار تصدير خارج المحروقات واستثمارات وفتح قانون الاستثمار، هذه كامل كانوا يصفقوا له. كيفاش اليوم بعد عشيه وضحاها تجي سعيده نغز في رساله تعارض كل هذا الكلام اللي هي مشاركه فيه؟ الان ربما نجاوبك على الثلاثيه، وانا ما كنتش امن، انا كنت دائما اقول ما فيه ثنائية في أرباب العمل. ربما سنحاول العودة إليك. نسمع سعيدة نغزة بمناسبة وما تقوله عن الحكومة. يوم تكلمت على المؤتمر كان فاشل، والعالم كله شافوا باللي فشل، تحب ولا تكره. وأول شخص وأول أشخاص اللي تكلموا على المؤتمر هي الحكومة، كانت وقالت باللي المؤتمر هذا فشل، يعني ماشي غير فشل، يعني زاد فزد السمعة تاع الجزائر. أنا الشيء اللي ندير فيه ما عندي حتى هدف شخصي، يعني لا حندير حزب ولا دخلة في حزب ولا عندي نسنى في أي مسؤولية من أي شخص. أنا اليوم رئيسة الكونفدرالية، يعني ندافع على حقوق رجال الأعمال وكل الشباب اللي راهي في المنظمة. أنا ما نشكيش للخارج، لأن الجزائر وفيها دولة وفيها حكومة، أنا الجزائر حكومة الجزائر هي اللي تحميني، لأن الخارج أنا جزائرية، أنا ما عنديش جنسية أخرى إلا جنسية جزائرية. الحامي ربي سبحانه، والدولة هذه فيها عدالة، فيها رئيس حكومة، فيها رئيس جمهورية، يعني نظن هادو هما اللي يحميو، أما في الخارج نخليوها آخر شيء نتكلموا عليه. طبعا هذا التصريح في الحقيقة حمزة خروبي كان على حداد، كانت تهاجم حداد والعصابة. اللافت أنه تمت مهاجمتها في وكالة الأنباء الجزائرية وربطها بالأوليغارشية هي كذلك. يعني نسبوها للحرس القديمة وللعصابة القديمة كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، وهذا يعني غير صحيح. هي كانت يعني حقيقة كانت ضد يعني مجموعة علي حداد ومجموعة لافسيو، وكانت يعني مهمشة في وقت يعني علي حداد وسعيد بوتفليقة، يعني كانت يعني ما تخدمش مصالحهم، بالتالي يعني كانت مهمشة وكانت دائما تخرج بخرجات إعلامية تهاجم فيها عبد يعني حداد، علي حداد، في لأنه كان رئيس لافسيو، وبالتالي غير صحيح انه. ولكن لم يكن صراعا حينها على الكعكه، على اقتسام الكعكه، يعني من ياخذ الحصه الاكبر، ولم يكن صراع مبادئ يعني بين قوسين. طبعا طبعا، لانهم هم يعني لا يتهمهم مبادئ، يعني هم رجال اعمال وسيدات اعمال، المبادئ هنا تسقط، بالتالي يعني كان صراع من اجل التموقع، من اجل اقتسام الكعكه، من اجل من يمثل من، خاصه انه في المرحله سابقة رجال أعمال يعني كانوا يلعبوا دور كبير في الساحة السياسية الجزائرية. نحن نعلم جيدا أنه يعني جناح سعيد بوتفليقة كان يعتمد على رجال أعمال، وكانت قرارات تخرج حتى من بيوت رجال أعمال وتدار بها الدولة، وبالتالي هناك دائما حرب تموقع فيما بعض يعني رجال أعمال، من يمثل من ومن يعني يتصدر المشهد، من يعني يكون طرف يعني شريك للحكومة في الجزائر في يعني برنامجها، بالتالي هي يعني قرارات تخصها وآراء تخصها، ويعني انا نشوف يعني نشوفها. لكن هل هذه الآراء تخصها؟ هل هذه الآراء تخصها؟ هل هذه الآراء تخصها فقط؟ معذرة حمزة خروبي، هل دكتور حميد علون، هل هذه الآراء تخص نغزة أم تخص من معها من رجال الأعمال ربما فعلا تضرروا من وقف الاستيراد و توقف المشاريع واقتصاد معطل، وأنها تراسل ربما عن صدق تبون في نصيحة، وربما في المقابل فهمت أنها انتقاد لتبون وحصيلة تبون من جناح آخر، ربما اعتقاد بأنه يحرك اعتقاد في الرئاسة، ومن تبون ربما نفسه أنه نغزة لا تنصع إنما تحركها أطراف للتشكيك في حصيلة تبون مع اقتراب العهدة الانتخابات الرئاسية وحديث عن مضيه في عهدة ثانية. اسمح لي سي جمال ويسمح لي المشاهد الكريم،
نرجع لك فقط نقطة ثلاثية ونجاوبك. أنا دائما كنت نآمن بالثنائية، أن هناك حكومة، هناك أرباب عمل تبعين لهم العمال، نقابة عمالية، نقابة تاع أرباب العمل وأرباب العمل يدافعوا على حقوقهم. وعلاش ما قبلوش مثل هكذا طلبات إذا صح التعبير عن طريق سعيد النغزة؟ لأن هذه الثلاثية راح تكشف الأوراق وتحط كل واحد أمام مسؤوليته. الحكومة تظهر بأرقامها، أنها هذه الأرقام إذا كانت صحيحة ممكن تدافع على نفسها، وإذا كانت مغلوطة ما راحش تقدر تدافع على نفسها. كذلك أرباب العمل والنقابات راحين يكونوا يعني مطروحين أمام الرأي العام، ولذلك هم رفضوا مثل هكذا لقاءات. الآن نرجع لك ربما لسعيدة نغزة ونكون موضوعي. الكلام اللي جاء في الرسالة ربما قلت لك قبيل جزء من الحقيقة فيه، ولكن هذا الجزء من الحقيقة اللي تتكلم عليه هي أن أرباب العمل تعانوا من الضغوطات ومن غلق الاستيراد ومن كذا ومن كذا. احنا ما شفناش أرباب العمل هذو دافعوا على الاقتصاد الجزائري لما شافوا يعني العهدة راحت خلاص، عهدة سيتبون راحت خلاص، وبعدين هي تروح إلى أكثر من هذا في الرسالة وتغطي وتقول بأن سيتبون ما وش عارف يعني ما لا هذه الكارثة. إذا كان رئيس جمهورية ما يعرفش ماذا يحدث، هي بهذه الرسالة تغليط للرأي العام، وهي إساءة إلى شخص رئيس الجمهورية. إذا كان رئيس الجمهورية ما يعرفش ماذا يحدث وأنهم غلطين بأرقام وكذا، هي ما كانش عندها الكوراج تقول الحكومة ما عرفتناش الهيكل التجارة الخارجية مثلا اللي يقولوا 13 مليار دولار واش رايحين نصدروا، وصدرنا ما هي المؤسسات، ما هما المصدرين كلا كونتيتي لا بيريود، هذه كاع ما كانش. وبعدين هل اليوم سعيدة نغزة لما تجي تتكلم لما الوضع لما دخلنا في جدار تجي تتكلم بهذه الطريقة أبريكوا، واش رايحين نقدروا نرقعوا لما الاقتصاد الجزائري اليوم شحال من مؤسسة فلست، وحنا لما كنا نتكلموا لماذا لا بياس مثلا ما تكلمتش لما كنا نتكلموا معكم في قنواتكم أو في قنوات واحدة أخرى؟ لماذا سعيدة نغزة بالذات هذا البهرجة وهذا الزردة الإعلامية؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. وهل سعيدة نغزة فعلا عندها القوة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي أنها تؤثر في الاقتصاد الجزائري من غير لي بوند كومون تاع سوناتراك؟ ما كانش. طيب، وهذا حمزة خربتة كنت تقول أنه تعبر عن نفسها، يعني هل تعبر عن نفسها فعلا أو من معها وتحرص فعلا الاقتصاد الجزائري، أم أنها ربما حسب ما فهم في الرد يعني اللافت أن وكالة الأنباء الجزائرية تصفها بأنها هذه الشخصية وقلة صيتها، وأنه مسيري الدولة كلهم يعرفون هذه الشخصية، يعني كأنها لا وزن لها، ولكن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تخصص كل هذا المقال الطويل للتهجم على سعيدة نغزة وتتحدث عن الأموال القذرة وغيرها وعن إنجازات تبون عكس ما تقوله سعيدة نغزة ونصها البائد كما وصفته وكالة الأنباء الجزائري. طبعا هي لما نقول أنه يعني الرأي يخصها يعني يخصها كرئيسة كونفدرالية وليس كشخص، لأنها تمثل رجال أعمال سيدة أعمال، وبالتالي رسالة هي تخص هؤلاء المجموعة، وبالتالي هي تنقل رأي هؤلاء رجال أعمال إلى السلطة. لأنه نعلم جيدا أنه رئاسة الجمهورية مؤخرا قامت يعني بإيجاد لجنة لتحقق مع بعض رجال الأعمال، وفيه يعني هذه اللجنة منها يعني وزراء ومنهم أيضا وزير العدل، تستدعي بعض رجال الأعمال وتقوم بتغريمهم بمبالغ خيالية في إطار استرجاع الأموال المنهوبة، وبعض رجال الأعمال هم أعضاء في كونفدرالية سعيدة نغزة، وبالتالي هي تنقل كلام أو يعني استغاثة هؤلاء رجال الأعمال إلى عبد المجيد تبون، وبالتالي هي تمثل مجموعة ولا تمثل نفسها فقط. لكن الأصح أنه في الرسالة هي هناك مجموعة من الحقائق، كان على يعني وكالة الأنباء أن تواجه الشعب الجزائري وتواجه رسالة سعيدة نغزة بالحقائق وبالأدلة التي تكذب حقيقة ما جاء في الرسالة. ونحن نعلم جيدا أنه في حقائق كثيرة، وأيضا الرسالة هذه أكدتها أيضا يعني تقرير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الذي جاء بنفس سياق الرسالة، والذي أكد أنه مناخ الاستثمار في الجزائر فيه ضبابية وفيه بيروقراطية، ولا يمكن أن نقوم باستثمار حقيقي يطمح له
يعني الشعب الجزائري وتطمح له الشركات الأجنبية في استثمار حقيقي في مناخ شفاف يعني يتسم بالشفافية الكاملة من أجل خلق. ولكن الذي يقرأ وكالة الأنباء الجزائرية أنه الوكالة تعتبر نص سعيدة نغزة وطر عادة على دكتور حميد علوان تعتبر نص سعيدة نغزة نصا بائدا وتتحدث بالعكس أنه هناك إصلاحات منذ 2020 وأنه هناك تعزيز الانتاج الوطني لبلوغ قيمة 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات. هل هو رفض للانتقاد وتأكيد بالعكس أنه الأمور تحت السيطرة بينما تقول سعيدة نغزة بأن هناك نذرة في المواد الغذائية والمواطن يعاني كذلك الاستثمار ورجال الأعمال أم أنه رد الوكالة رد ربما على من يعتقدوا أنه رسالة نغزة في الرئاسة بشكل خاص وربما من قبل تبون أنها ليست هكذا اعتباطا إنما ربما نظرية مؤامرة أنه مؤامرة جزء من مؤامرة التشكيك في الوضع بينما الخطاب الرسمي والخطاب الرئاسة على الأقل أنه هناك إنجازات وأن الوضع تمام عكس ما تقوله نغزة أو غيرها. بطبيعة الحال سي جمال هذا واش تكلمت لك في بداية المداخلة وقلت لك لما أن السلطة ترفض بتاتا من ينتقدها وكأنها هي اللي تعرف كل شيء وهي اللي ماش غالطة في المشاريع تاعها وفي الخطابات وفي الأرقام تاعها. أظن اليوم الاقتصاد الجزائري بغض النظر على رسالة سعيدة نغزة يجب أننا نروح ونمشي إلى أننا نخلي الناس نديروا حوار نديروا ثلاثية نديروا نقاش. النقاش هو حوصلة لعهدة سيتبون بحقائق ماهوش إلا من أزلام السلطة مثلا أو الناس اللي تابعين ويطبلوا للسلطة. سعيدة نغزة إذا كانت عندها الشجاعة أنها تقول الكلام بلغة الأرقام مرحبا بها. هذا ما نطلبه اليوم أو كل اقتصاديات الدول أنهم يروحوا إلى مثل هكذا حوارات. أما أن لابياس مثلا أو هذ الناس اللي ردوا على سعيدة نغزة بأن الاقتصاد بخير وكل شيء بخير لا هذا راهم يوهموا في الشعب وماشيين في نفس الطريق اللي راح يخلي الجزائر ربما اقتصادياتها ما نلقاو لهمش الحل مستقبلا. لذلك أظن بأن حتى في حد ذاته أرباب العمل هل في الاقتصاد الجزائري مثلا فيه نغزة فقط اللي تمثل المؤسسات ومؤسسة واحدة أخرى اللي هي تابعة اللي عينوه بطريقة مانيش عارف كيفاش في بلاصة علي حد ذات في هذه المنظمة يعني غير هذوما المنظمات. احنا نعرف هناك عدة قطاعات في الجزائر لماذا إلا أرباب العمل بل أنا خليني نسميهم إلا اللي ما يستهلاش حتى ما نجمعش نكون مسؤول على كلامي هو أن معظمهم بزنسية فقط يريدوا البوند كوموند تاع تريزور داخليا او انهم يريدوا رخص الاستيراد فقط. اما يديروا لنا مشاريع اقتصاديه في الجزائر ما كانش ما وضحوناش. ثانيا ولكن سعيدة نغزة للامانه نغزة تقول بان هناك رجال اعمال لديهم مصانع واضطروا الى اغلاقها بسبب الصعوبات والبيروقراطيه والضرائب وغيرها. يعني بعد ما غلقوا وبعد ما خلاص فلست هذه المؤسسات تخرج سعيدة نغزة بغنية كما هذه يعني برسالة كما هذه. وقلت لك في البداية هي رسالة ساذجة في المضمون أما في الشكل خلي الناس ربما يداولوها على صفحة الفيسبوك وعلى القنوات وعلى كذا وعلى كذا. أما المضمون التحوى فارغ لأن الإشكال المطروح لو كان كانت نقابية وتمثل فعلا أرباب العمل كانت تدق ناقوس للخطر لما وقفنا استيراد المواد الأولية لما تبجحنا بأن عندنا ميزان تجاري في فائض لما أغلقنا لما قلنا مثلا وضعنا ميزانية أو موازنة عامة داخلية ب 40 مليار دولار عجز هنا تصبح عندها مصداقية سعيدة نغزة. خليني نختصر لك يعني ربما خلاصة هي تقول باللي العسكر يحكموا كذا. أنا إذا كانوا هذو هما الوجوه اللي مثلوا الاقتصاد الجزائري وبعض الوجوه اللي مثلوا الأحزاب والسياسات أنا أطالب بحكم العسكر في الجزائر لأن هذه الوجوه ما يمثلوش الدولة المدنية هما مع الواقف مات الملك يحيى الملك. ولذلك لا يمكن بناء دولة حديثة متقدمة بهذه الوجوه البائسة التي تريد فقط مصالحها الضيقة والدائرة اللي تدور بهم. ويسمح لي المشاهد الكريم على هذا الكلام لأن سي جمال القلب راه معمر لأن لما تسمع هؤلاء اللي ما لا فورماسيون دو باز تاعهم ما نعرفوهاش أصلا أرباب عمل من عودة بوتفليقة حاولت
انها تخدم هي وغيرها ما قدروش يخدموا. الان الاقتصاد الجزائري مغلق ما قدروش يخدموا، لما مصالحهم اصبحت في خطر يتكلموا، ما كاين حتى واحد يتكلم على الجزائري اللي 17% معدل البطاله في سنه 2022، واحد ما تكلم لما العمله تاعنا والقدره الشرائيه انهارت. هذه المره ما جاتش تكلمت، اليوم بعد 4 سنوات من حكم السي عبد المجيد تبون تخرج لنا بهذه الخرجه. انا لا اعترف بمثل هكذا كلام كجزائري ونحب الجزائر. اذا كنت فعلا تحب الجزائر دافع عليها قبل ما تغرق السفينه. اليوم لما غرقت السفينه اقتصاديا خليها تقول وش تحب يا سي جمال. طيب الوقت يضغط علينا، وقمت بخلاصتك، خلاصك حمزه خروبي، وربما بسؤال توقعاتك لتداعيات يعني الردود على هذه الرساله، وهل هو مؤشر في رايك على القادم مع رهان العهدة الثانية لتبون الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ يا وكالة الأنباء الجزائرية أنا لا أتكلم إلا بالإعاز، وبالتالي ما جاءت في رد وكالة الأنباء وما جاءت في رسالة سعيدة نغزة وما هو محاولتي إلا تموقع لما للمرحلة القادمة، مرحلة 2024، مرحلة العهدة الثانية، وبالتالي هي اليوم تدافع عن مصالحها وعن مصالح رجال الأعمال. يعني وين كانوا لما كانت الامور بخير وكانوا يعني لاباس بهم؟ يعني لما نكونوا لاباس يعني كل شيء توفا بيان، ولما يعني تمسنا الازمه نخرجوا نتكلموا ونقولوا ان الاوضاع يعني غير. لكن هل هذا الشعور انه فعلا الازمه، هذا الشعور انه فعلا تاثيرها ازمه على مصالح، على رجال اعمال، على من لهم مصالح، سيكون له تداعيات في رايك على العهده الثانيه لتبون؟ طبعا والحديث طبعا عن امتدادات لهؤلاء داخل الجهات النافذة في السلطة كذلك. هي ككونفدرالية أو كمجموعة رجال أعمال التابعة لكونفدرالية يعني الخاصة بسعيدة نغزة لن يعني تؤثر في خطة طريق العهدة الثانية، لأنه الرئاسة يعني عندهم بديل وهو أبسيوبيز اللي خلقوه يعني بعد ما غلقوا الفسيو علي حداد، وبالتالي هم يعتمدون على هؤلاء في تمويل الحملة الانتخابية وفي المرحلة القادمة، وهم يعتمدون عليهم أيضا في المرحلة الحالية. ونحن نرى في الساحة السياسية دائما ما نجد هؤلاء يتصدرون المشهد الاقتصادي والسياسي، بالرغم أنه المشهد الاقتصادي متردي جدا، القدرة الشرائية منهارة، لا وجود لإنتاج. واليوم هؤلاء تكلموا فقط لأنهم كما قال الأستاذ حميد أنهم بزنسية، وهؤلاء فأغلبهم كان عندهم رخص استيراد، وكما نعلم أنه اليوم ولكن هؤلاء البزنسية الجزائريون يعرفون دكتور حميد علوان وحمزة خروب، أنت تعرف أنه هؤلاء البزنسية يعني عادة لهم شبكات وحمايات من النافذين في السلطة، أليس كذلك؟ وهؤلاء ربما كثير منهم تضرر الاقتصاد، الكعكة لم تعد تكفي الجميع، أليس لهذا تداعيات يعني؟ السلطة ما باغياش تعترف لأن هناك رئاسيات 2024 فقط، لأن لو كان الاعتراف تاعها راح يخليها تخرج من الباب الضيق. ولذلك اليوم وصلنا بدون رجال الأعمال. احنا نشوفوا الدورة الاقتصادية في الجزائر، معدلات النمو في الجزائر، المؤشرات الكبرى في الاقتصاد الكلي الجزائري، هذا هو اللي نعبروا عليه. احنا لما مثلا الجزائريين يبداوا يعانيوا من انهم ما يقدروش ياكلوا مليح، ما يقدروش يشربوا مليح، ما يقدروش يحوسوا، من الصالير تاعهم ما كانش البطاله، هذا كاين خطر اكثر من هكذا على الامه. الأمة اليوم تصور أنت ما عندناش الباريل ما راهوش فيها 90 دولار، الجزائريين كيش راح يكون حالهم؟ هذه النظرية اللي طيب. أنا كنت بودي سعيدة نغزة وأمتى سعيدة نغزة يتكلموا عليها، هما لاسقين في ليبون تاع سوناطراك وبعدين يجوا يتبجحوا لنا وكأنهم نظريات. اسمح لي سي جمال، المشكل راه واضح، لهذا اليوم نطالبوا العقلاء في
الجزائر أنهم يفهموا باللي الوضع الاقتصادي هش في الجزائر، بأن الوضعية الاجتماعية اليوم يعانيه المجتمع الجزائري شريحة كبيرة منه مش قادرة تعيش حياة كريمة، مش قادرة تأكل الأكل العادي في الجزائر، يتكلمون فقط على الزيت والسميد والفارينة والخبز. هذا الشعب هذا ما هوش دجاج يا سي جمال. طيب. هذا الشعب وحتى هناك عمليات الآن كريمة يعيد أنه، ولكن حتى الوقت يضغط علينا، ولكن حتى الآن هناك حديث عن استيراد الدجاج. كذلك حمزة خروبي في 30 ثانية، هذا الوضع الاقتصادي أنت كنت تقول رئاسة لها مخطط، والمخطط والعهدة ثانية لتبون، ولكن هذه الأوضاع هل ستؤثر في رأيك؟ هل ستربك المعادلة؟ لا، هؤلاء يعني بعيدون عن كل بعد عما يعيشه الشعب الجزائري، وبالتالي هذه الحسابات أو حسابات المعيشة أو ما إلى ذلك ليست في حسابهم. يعني فقط نحن نعيش اليوم سياسة يعني شراء السلم كما كان يفعل عبد العزيز بوتفليقة. يعني الشعب خصه الجاج جيب له الجاج، خصه القمح جيب له القمح، خصه العدس جيب له العدس، أعطيه برك خليه يسكت علينا. وبالتالي هم ماشيين في خططهم وماشيين في شراء يعني الذمم وشراء يعني الصمت الشعب الجزائري. ولكن عندما يصل الجزائري لا يستطيع حتى شراء كيلو عدس أو كيلو لوبيا، يعني لا يؤثر ذلك، يعني لا يؤثر على مصير العهدة الثانية والانتخابات الرئاسية القادمة، لأنه ما متحكمين في الوضع عن طريق القبضة الأمنية، وبالتالي لا يمكن لأي أحد أن ينتقد يعني ما يقع في الجزائر من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو تدهور القدرة الشرائية. نحن اليوم في سنة 2023 ويعني ما زلنا نحاول نبحث على العدس ونبحث على الحليب والخبز وعلى ما إلى ذلك، خاصة أنه أيضا أزمة سكر قادمة، يعني أزمة عالمية، لأنه دقوا ناقص الخطر، لأنه في أزمة قادمة أزمة سكر. وبالتالي نحن نبقاو عايشين في هذه المشاكل، عايشين أزمة سكر، حليب، الفارينة، العدس، اللوبيا وما إلى ذلك، وهم لا يهمهم هذا. طيب هم لا يهمهم دكتور حميد علوانة، منه حمزة خروبي يفتح أبواب على أساس أن ننهي البرنامج، ولكن يطرح أسئلة أو أبواب مهمة. هذا لا يهم أصحاب القرار الفعليين الذين يرون هذا الوضع؟ هل الأمر مفصول فعلا أم أنه الوضع يطرح تساؤلات؟ يعني لا، أنا ربما نصلح ضيفك من بريكسل ونقول له مهما ضغطوا أنا من داخل الجزائر وأنتقد لأنني حبا في هذه البلاد، وما راحش نسكت مهما كان الثمن، لأن في نهاية المطاف هذه السفينة وهذه البلاد بلادنا، ماناش كرايين، ماناش خماسين حتى عند واحد، يعني مسجون داخل الجزائر بهذه الطريقة أو في سجن حقيقي الحراش أو شيء ما عادش يهم، لأن في نهاية المطاف ظلام سجن أفضل من ظلمة وطن. ولذلك أظن بأن ربما سؤالك هل ما يتأطروش، نقول لك باللي راهم متأطرين وراهم بيرتيوربي وما راهمش متحكمين في الوضع، وحتى ردود أفعالهم من خلال هذا الرد اللي في المداخلة في البداية قلت لك هو الرد كارثة على رسالة عنغزة، مالكريك رسالة عنغزة ونعاودها ونكررها، هي رسالة ساذجة وما عندها حتى مضمون. أظن بأن اليوم كاين تخبط، اليوم كاين خوف كبير، خوف شديد، وكأن الرؤية في الجزائر ما هيش واضحة. ولذلك أظن دائما كاين الأمل بأن هناك عقلاء في الجزائر، هناك شرفاء في الجزائر، سواء كانوا في السلطة أو خارج السلطة، ما رحيش يقبلوا على هذه البلاد وما نقبلوش عليها، نفديوها بأي شيء. لذلك بلادنا فيها كل الإمكانات باش نعيشوا جزائريين بشرفنا بكرامتنا بأفضل من كثير من الدول. لماذا إلى هذا النقاط هذا اللي هم اليوم هم حاصلين ما لقاوش الحلول؟ صدقني سي جمال، وأنا ابن الجزائر وعندي أصدقاء يعني حتى في السلطة، هم حاصلين ما عندهمش رؤية، ضبابية في الرؤية، لأنهم الانطلاقة كانت غالطة، لأنهم دوروا بهم هذا الطبالين أمثال هذه سعيدة نغزة، ولذلك ما كانوش يقولوا الحقائق للجزائريين. والحقيقة لما تكذب أنت تكذب تكذب توصل إلى أن ولا واحد يصدقك حتى وتقول الحقيقة. هذا هو الإشكال اليوم راه مطروح في الجزائر، ولذلك الإزمة عميقة جدا، معقدة جدا. أظن أن نبقى ونناضلوا إلى آخر لحظة وإلى آخر نفس. شكرا لك دكتور حميد علوان، الأستاذ الجامعي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. والشكر موصول كذلك لحمزة خروبي الناشط النقابي، كان معنا من بروكسل. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام.
على حسن المتابعة. مرة أخرى في الأخير نجدد تعازينا للشعب المغربي في فاجعة الزلزال، وكذلك للشعب الليبي اليوم كذلك في كارثة إعصار دانيال وما ترتب عنه من فيضانات. وآخر الأرقام تتحدث عن 2000 وأكثر من 2000 قتيل، وحكومة شرق ليبيا تتحدث عن فقدان 6000 شخص. نتمنى لهم السلامة، تعازينا الخالصة والرحمة للضحايا. إلى اللقاء.